إنجاز جديد يضاف إلى سجل رياضة المحركات الكويتية الحافل، وذلك بعد أن تمكن المتسابق الكويتي مشاري الظفيري من حسم فوزه ببطولة المجموعة N ضمن بطولة الشرق الأوسط للراليات المقامة في لبنان، وذلك للمرة الثالثة بمسيرته الرياضية. فتحت هاشتاج مشاري الظفيري تداول المغردون صور بطل الكويت وموعد وصوله إلى أرض الوطن استعدادا لاستقباله. المغردون هنوا الظفيري على فوزه المشرف، مشيدين باستحقاقه للفوز بجدارة، مطالبين الجهات المعنية بتكريمه. وبهذه المناسبة قام فريق النشرة الإلكترونية باتصال هاتفي مع المتسابق مشاري الظفيري، والذي أفاد بالتالي: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اليوم شاركنا في الجولة الرابعة من بطولة الشرق الأوسط للراليات في لبنان. اليوم أنا مشاركتي كانت لتأكيد تصدر البطولة وحسم البطولة قبل نهايتها بجولة، اللي هو رالي شيراز. الحمد لله قدرنا أن نفوز اليوم، تتوج أبطال الشرق الأوسط لثالث مرة. طبعا بالنهاية أهدي فوزي لحضرة صاحب السمو ولي عهده والشعب الكويتي، كما أهدي فوزي إلى السبونسر الشيخ محمد خالد الجراح رئيس فريق دراج 965، والشيخ عدبي نايف جابر الصباح رئيس لجنة الراليات، وإدارة نادي باسل.